خلال مطالعتي لدراسة الطيران وشروط دراسة الطيران اكتشفت أنه الطيارين في المراحل الابتدائية للتدريب يطيرون على أجهزة محاكاة لتسهيل فهم أجزاء الطائرة وفهم أجزاء المقصورة وكسب الثقة قبل الطيران في الطائرات الحقيقية. مراحل العمل المقصورة بالبداية بديت بالاعتماد على أجهزة الأوردينو والبرمجة، اشتريت السوفتوير للمحاكاة، سوفتوير عالمي يدرب عليه أغلب الطيارين، واستخدام 90% من المواد هي مواد محلية، مواد إلكترونية متوفرة بالأسواق، 10% من هاي المواد هي مواد مستوردة. المقصورة هي عبارة عن جهاز محاكاة لطائرة التدريب الأساسي، طائرة سيزنا 172. هذه الطائرة من أهم الطائرات تدريب الطيارين المدنيين والعسكريين، وهي معروفة بالنسبة لهؤلاء الطيارين. بديت أطير بالحاسبة، بعدها بديت أطور المنظومة شيء بعد شيء لحد ما وصلت إلى تصنيع هذه المقصورة للطائرة، طائرة التدريب الأساسية. الفائدة من هذه المقصورة هي تدريب الطيارين، تدريب طلاب الطيران على فهم أجزاء المقصورة والتعامل معها في أثناء التدريب في المدرسة الأرضية. رسالة مهمة للشباب اللي أحب أنه أذكرها لهم، أنه أنت لا تترك حلمك، ظل اسعى وراء حلمك ولحد ما تحققه، وأنه أنت تعيش على حلم أفضل ما أنه أنت تعيش وبدون حلم وبدون أمل أنه تحقق في يوم من الأيام. تغيير يبدي مني ومنك وهسه ومن هذا المكان.